بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. وحيلو هاد قدقير الدورداء شرحك كتاب الحج. لا شريك لك لبيك الله. بصي إباب الدووي بالهاج كوكوشيك إلى لقبيده وشرحه. قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين ولكم قد جرنا شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين الإمام النووي رحمه الله رحمة الواسعة. قال المصنف رحمه الله: الله نحرست المصنف كوحوير. فصل: أركان الحج خمسة. حج كي أي نكسو شاكين أي نكسو بلوني تعريف كيسي لغة واصطلاحا وينسو ودني إلا أي نتحلل كي وينا أي نقادني أيا وحو ربائمك مصنف رحمه الله إنو سوكوبو أركانتي سي كو تفرارو سنايد دروستي أينو سو شاقني أيا ربائمك إنو كو كوبو. وحير أركان الحج خمسة، حجك شن أركان بولي أركان تحجكو واشن بويري وهدي مد كميدة لوايو حجكو آنو جرين به حجكو آنو كو أنسحمينين. أركان الحج خمسة، حجك أركانتي سواشن: الإحرام حرمش، الوقوف وقوف بعرفة، الطواف هي السعي، والحلق حيرشه إذا جعلناه هدين كرلقنه نسكا عمل، ولا تجبر أركان تاسي لغو مكبو بدم ديق لغو مكبو. وحين نسكو دي هدي لاهيد مدرسي دنبقو سو صعدة ديقا حجك إنه هل درسيكو سو كوبنو أو يغو أو أرورسان إنتا نوعي كليهين يا إنتا ميلوضي كبيان يا ميلها آني كبين. فصل: نحيري أركان الحج حجك أركان تيسو خمسة شنوي: الإحرام حرمشو وينسو شاقني، والوقوف وينسو أقاذن وقف عرفة، والطواف طواف وي، والسعي سعي وي، والحلق حيرش وي إذا جعلناه هدين كرلقنو نسوكا نسوكا لغان حيرشا. وين خلاف كي كجيرني سو قادن: ولا تجبر لغو مكبو أركان تاس هدي لغا تغو ديك كمكب مكر أو قورع لقورع عي لغو مكب مكر أركان تاس. إن تاسي وأركان تي حجكو واشن بيري وماسي والوقوف عرفك صريب وقوف تيدا أركان بي أطاه في العمرة عمرة يا أركان أطاه أيضا إيادنا مركا أركان تي حجكو واشن وحرمشو وقفو عرفوا لا استاغو طواف يا صعب يا حيرشو وحات كرب تاون استاغا لا استاغا يو عرفه كرب وعمرضو ما لها استاغتان عرفه لا استاغو ومزدلفه سيحشيد مله ورمي جمرات مله يدو مله يدو محي ليده احرام بي ليده طواف بي ليده سعي بي ليده حلق بي ليده افرتاس اركانت عمرضه. فصل: اركان الحج خمسه، حجك أركانتي سواشن: الإحرام إحرام وي، والوقوف وي، والطواف وي، والسعي وي، والحلق حيرش وي هدان كيالنا النسك. ولا تجبروا إن تاسشن تا ركن لغو مكبو ليق لغو مكبو وما سي والوقوف وقوف غير كي أركان بإسنوية في العمرة عمرة أيضا إيادنا بركا أركانتي حجكنا واشن أركانت عمرضنا وأفر وقفة عرفة مكرر ويؤدى النسكان على أوجه هرين أسو قاضونا وينقل الوسو كوبا ياي ويؤدى وحل وقودا النسكان حج عمر لبدا وحل وقودا على أوجه صدح دي وجيه نسو قاضونا يعني إفراد إيا قران إيا تمتع وينقل شيئا انتي وكوسو كوبا ياي ويؤدى وحل وقودا النسكان لبدا النسك حج كي عمر دي على أوجه وجيال صدح دي وجيه أحدها ككوات الإفراد إفراد بالله يرايو محاتهي إساقي باشي حوحيري إساقي باشي حوحيري بأن يحج قفك إنو حرمد حج ودم ما يسترتو
ثم مركو دمايستر تحجكي يحرم وحرمضو بالعمرة عمرة وحرمضو سدو وحرمانا يا عمرضا وشك إحرام المكي كي غير مكة سيدو أحرمني مكة جذه ذو كحرمني إنه بحوم مقات كي أكون نقض الله ما باهنا ويأتي وحول إيمانيا بعملها عمل كي عمر ضعيف ولا إيمانيا ويؤدى وحل وجذا النسك كان لبذي النسك حجية عمر على أوجه وجياشا صوص على كو أحدها كو وها الإفراد أكلي لبيك اللهم حجا يطلع بس حج كبدا ما استرس واتكحل له بس يسقي باشو افراد محاتاي بي اي حجين وحجي ثم حجك ربينا ثم حاجك كذب يحرم اي حرمان يا بالعمره عمره اي حرام عمره ما انه بخو ميقات كي مكانه او تغميا مي كاحرام المكي و حرمان يا عمره كرير مكه دغن سده او حرمده وياتي بعملها عملك عمره اي لا ايمانيا واي انت سواء مصنف رحمه الله مسيسي بل وحي آياتي وحي دليل أدلة مصوصة أنه صار نحصها أنه وجود بما أن بدنا كسر شاكيني إني كان أدل مري أنه نكون راقي منه أركان الحج خمسة الإحرام وينو شاكيني هو الركن الأول من أركان الحج وركن يكو هذه أركان تحج كمذا محل وجد حرم شذا نية الحج ونية ذا وقفك وإحرار يحج نقوته ونية ذا قفك وإحرار ينقوته عمره إحرامك معني سواك والمقصود منه نية أداء الحج حد دون سيد قدرتي حج لبيك اللهم حج عمرة لبيك اللهم عمرة قران سكو درسو لبيك اللهم حجا وعمرة سواك ولا يصح إلا به كما بقى أنصح محجك ولا عمره إلا به إحرامك يعني. حديث كما حقوا دليل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت عمر بن الخطاب منبر سارب وحيد وحان مقلي رسول الله بن مقلى صلى الله عليه وسلم أوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما حديث صحيح متفق عليها أن صلى الله عليه وسلم ما هي أعمال إذا الواحد كجنت تنتع بالنيات سي عملك لو بدلو عادتي واد ما يرتع وتقبل جسا واسنادي فيسا والحرق وطع هذا واد ما يرتع مرنا جنابة تكرر رفع سام ما حيد بيك ودي كم بنسى من نفاس بيك كم بنسى من إنك جناب وكم بيرن هيا تنوى ميرش تنوى ميرش محاك الدوية بالنية لو ترفع الحدث الأكبر حدث الأكبر أذكر رفعيه قبل حيد إنه كنا كطاهرة والنية سنس لبضع عمل ما تسكر شيء بيا سكر بيا بيا سكر رشيس لوكا سكر وجي يقع معها يا لوكا بيسكر شربتي ما تقبل جس هذا ما لقول كلا ويسقط ويسقط صلاة قال لقول إنما الأعمال بنية فوقنا قال لبعض الوقوف أركانك حاجة إحرام كواشك ركنا قال لبعض الوقوف هل كلا استاجي بعرفة عرفة استاجي وهو يسقط ركن الحج الأكبر بويا بحجك ركن وينا وي حديث يا عبد الرحمن ابن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا الرسول تدخل أهل النجدي أي النبي يمسل وهو بعرفة نبي عرفت فسألوه وويديا فأمر مناديا قفنا واقع أودتك ورك جارسي ونبي طلبضي فنادى ننكي منادقها ورك نقاضي نبي كقاضي محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة حج أو إذ لبا وعرفة ها مقرر أهل النجدي وحيدا مسكتكنا أنا أقول عرفة جو استاقين قصيد ماي الحج عرفة ركن كوادوا حرمشة ركن كوادوا وقوف بعرفة عرفة أول جو وانا ليك مكب ليك مجدو وكوب باطل ميا وكوفس هذا يعين وعن عائشة رضي الله عنها وحيتري قالت كانت قريش ومن دان دينها قريش هي أنت لدينه وحي حيكون مزدلفة استاجع وحان اللي أرجل دول كم جعودة الحمسة ما قول عذاب نجري كوهداس ويقول حرج أنا عرف أيه ما استأجنا أنا أهل الله بعمر ها في أي بي واللي كوه بس كجرتي ها أنا قول حرمنا يا سجارة أنا لا وض وض وقريش بها يكون هي أنت للدين تاهي ما رح نمضى الشيء كان سه أنا قال ما قال حمص بعنا لا ما كان حجية سه
meelaha istaagtaan ma istaagayna iyo meelaha fadhiisataan ma fadhiisanayna in yaroo xarisiga baahanna special treatment si yaroo gaara in loo koolkooliyo hal xumsa ay la bixin وكان سائر العرب عرب انت كله يقفون وحي استاغي جيرين بعرفة يقول مزدلفة كبرا يدك او اسك يرت سنتاغد ها امك ودد با اسك جيري هليكوبتر ركوين ها كو طواف او ات يبدا ديارده ها ميلها مرمرنا ودد كله استاغي ما يلرب ها اجران حمص لا ولي يجرس الحمص وكان سائر العرب عرب انتي ذكر يقفون وحي استاغي جيرين بعرف عرف استاغي جيرين فلما جاء الاسلام اسلام مركو يمد امر الله الهي وهو امر نبيه نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات عرف انه يمدن فيقف بها عرف انه استاغو الهي بان نبي محمد امر صلى الله عليه وسلم ثم يفيض منها هكهوبت عرف فذلك قوله تعالى بعد الغروب وين نجيشين قبل مركو دما عرف الله هوبنيا ثم افيضوا كهوبت او كداتا من حيث أفاض الناس ماشاء عيدتك كهوبر يعني عرفة تتك الله هوبت هايسك وينين هايسك بونبونين ديارة لها كد المرمر تتك لدادك ثم أفيضوا عرفة ما كانت جوكتانا ينري بعد الزوال بالا سو استاقيا إلا قبل كؤود دماء لجوكا مغرب بالا كهوبنا يا مزدلفة لغوتو كان يا مغرب يعيش جمع التأخير وين سوق هذا وعن جابر بن عبد الله في حج النبي حديث كي وقلت يا راي جابر بن عبد الله وكنت المامي حج كنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي واكي شيخ صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ما كان وقف عرف إلا استاقى وواجب ينا دروس ينا كل يران ومن أركانه أركان حج السعي وأردك عيا إساقنا أصل وأه كهر الطواف طوافك إفاضة أما طواف الزيارة ودليل ركنيتي إن ركني هنا وحق الدليل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سوق هذا وعن عائشة عائشة وحاسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن صفية وبنت حيي حاسك النبي يدنا أحيد أيا حاضت يجيب كيمت فذكر ذلك النبي قال الله شيء أنت عارف بحن أني طواف كي سمينين أي صفي يجي عدد كيمت طواف الإفاضة يقول الله سمين وحاجة أنت كلا صور لما يستي فقال وحير أحبستنا هي ما مدنا حدي أن حبستي ميا أو حا نسوينا أنت صورنا أي نسوينا ميا إلا وإلا إلا وإن طوافته قيل لها وحل إنها قد أفاضت وي صوت طوافت طواف الإفاضة صوت طوافت قال فلا إذن حتى من حدث سماءها فدل وحلق قاتي قولك النبي أحابستنا هي ميي نحدي وإلا أن طواف الإفاضة أي قد إلا حج كيدي مرد ما يسترنا كان تجمينا كليدي ما حال كان إنه دابارتي أيا وحلق قاتي بعلماء دوليهن أن طواف الإفاضة ركن إفاضة طوافك ركن إنو يهي لا يبرح الحاج حاج مكة تيكرو إلا وجدت إذا وحي نري إحرامك عرف أول استاجو طوافك محاو أفرأه السعي بين الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فإن الله شاكر عليم سو شيخنا اسنا حديث كي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث وقت كسبنا وايا الله المستعان وعليه تكلان ولا حول ومن أركانه أركان تحجك وحكم الحلق حيرتان أو التقصير أما إلا قابي وين سو شيخنا محلقين ومقصرين إذا جعلنا وهدين كي النبي مصنف نوسوكا عماش حجك حتى قدرنا تملا حيرة أما الله قابيو فعن ابن عباس قال وحير انطلق رسول الله النبي سعي فقدم وحمد مكة وذكر الحديث كأنه مستر كيسي بوشيك قال وحير وآمر وحو أمر أصحاب تيسي أن يطوفوا بالبيت قرق إنك الطوافان وكعبضة وبصفا والمروة إنك سعيان لماذا حكو حجي ثم يقصروا هقابيا من رؤوسهم تمه ذا حق بيان ويحل كدبنا حلال هالنغضان وفي لفظ نبي قم كأي من أصحاب تيسيبك أمر إنك الطوافان بيتك
صفاً يا مروان كوسع يان ثم يحلو كدبنا حلال نغضان ويحلقوا غاغابيان أو يقص ويحلقوا حيران أو يقصروا أما أي غاغابيان ولا تجبر لقمة كمل هذه الأركان الخمس شن تاركني نشيقني متكملة هذه لقطتها شن تمحي هاينا كعلن إحرام بين نشيقني نية دي حجك عمر ذا لو قلي عرفه أول استهاج أيين وشاجنا عرفه أول استهاج أيين وشاجنا طواف أيين وشاجنا سعي أيين وشاجنا حيرتان أما جاجاب شنتاس وأركان تبوي معي ولا تجبر لو ما كبو هذه الأركان الخمس شنتا ركني بيدامين ديج لو ما كبو وهذا متكتكتيد بورس حولان قورة يا دينا هلا يجو كبو ماي بل يتوقف الحج علي حج كاب كركيد لو حج كاب اللواية هذه تلواية ولا تكتمل مرنا ما يستر ميو حج كي مرنا ما يستر ايو مرنا ما يستر ميو إلا بجميع إلا شان تاركن الله هيرو حج مرنا ما يستر وما سوى الوقوف وقوف غير كي أركان أده في العمرة عمرة أده أيضا شان دلذي أنشينا عمرة راعي ما عاد كسر ربطاو وقوف بعرفة عمرة عدة عمرة سنة وقوف عرفة لآدمي ومزدلفة لآدمي ومشعل الحرام لآدمي وجمي الحرام جمي العقبة أنت سؤال الآن لم تغيو ويؤدى وحل جذع النسكان لبعض النسك الحج والعمرة أو جهل ورؤوس وقاذن إفراد يتمتع يقران أنت ما ذكرت كله أنت ما حديثك عاش أي شيء رضي الله عنه ما حيتري نبي قال الله بحنا سنت كي وقدم بي النبي وحجتك وذا على قوم ما قعد دري حج كيسة فمنا وحنا جمي ذا هذا كي النبي قال لحج سنت كا من أهل قف حمرض عمين حرمضي عمرة ومنا وحنا وجري من أهل بحج وعمرة حج عمرة من إسكو الدري وقرانكي ومنا وحنا جمي ذا من أهل بحج حج كلي قف حرمضي وإفرادكي وأهل النبي صلى الله عليه وسلم حرم صلى الله عليه وسلم رسول الله بالحج حج أي النبي وعمر صلى الله عليه وسلم مكا حج كي قدم بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسوى حجين وفرعنا بيت العاشر صدح هذا النوع حج كما وانا لقيه لي بيت لي نعم فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر قفكي حج كلي حدي أما حج عمرة اسكتر صدي وحويا قران كي فلم يحل محلالو بن حتى كان يوما إلا ما ننتي قورعة ما ننتي طبعنات إلا ما ننتي قورعة ويما دمو يعني وعنها رضي الله عنها وحيتري منا وحنا قمدها من أهل بالحج مفرد حتى كلمة عاشالة إفراد كلمة عاشالة كان من وحنا قمدها بيتي مفردا منها ومنا وحيتري من قرر إقران كان عاشالة ومنا واحد جد من تمتع ما كان صدق هذا النوع حج كلوقة يبيه إنه إفراد يقران يتمتع أنتوا باجتهادات فقهاء لكم إيماننا وحلقها يا عاش رضي الله عنه أفكي ذا منا وحنا جمدا من أهل قف حدي بالحج مفردا حال كونه مفردا ومنا وحنا جمدا من قرن الحج والعمرة سكوت طري ومنا وحنا جمدا من تمتع قف كتمتع تمتع عوان شيخنا عمرة الحرام إيسا كدبنا عمرة هوله ذي بعد جودة إيسا وإسك حلاله بس أنت عسات كتمتع إيسا تمتع والراحة والراحيس أنت عسات راحيس أنا إيسا ما أنت سديدات تروي الله بحيو منا عيال أوران سعدنا لبيك اللهم حجا حج أنت عسات لو بحي راحيس تمتع كسر لو بحي وين سوق هذا وهي أحدها وحي الإفراد إفراد كيف كشاكينية صدح ذي كشاكينية مركا مد شيخ الإفراد ومحاتها يبير بأن يحج إلى الحج ذي ولم يستر تتحجك ثم يحرم كدب بعد حرمة بالعمرة عمرة كإحرام المكي غير ما قف جوغو أكل سيدي سعاد وحلتين بأن يحرم إلى أدنى الحل حل هل كأوغدو أياتك الصحرانسة مش كأوغدو يا حلالة أياتك الصحرانسة مكي وكوك حرانيا غير مكي مش أوغدو حرم ككب حسنا حلة أي تجاهية تنعيم هدو تيكر حذيبية هدو تيكر جعران هدو تيكر عرفات لفتيد هدو كسو حم وتيكر ويهل من هالكاس وكسو حرنا يا عمرة ويأتي مكاس الله إيمانا يا بعملها عمل كي عمرة أو لم يستر أيها الكام حيث ولا كلام إيمانا إذا كسوة
كلمات بحيري كاسوا إفراتي الثاني قال المصنف رحمه الله الثاني من أنواع النسك أنواع ذي نسك صدح ذا هاي كلماتي القران بالجرا هذا قران ومحاتهي بأن يحرم بهما حجا وعمر اسكت دريا من الميقات ميقات في مكانه همر كجوجي بوسكت سو دريا ويعمل ولا إيمانيا عمل الحج حجك أو ميستر أعماشي فيحصلان لودي بسله ليا صاحب حلبيك اللهم حجا وعمرة أعماشي حجك أو ميستر أيوة إيمانيا عمرنا حجك وهو استجاب بفضل الله وكرمه ولو أحرم هدو حرموضو بعمرة عمرة هدو حرموضو في أشهر الحج حج بليه هدو حرموضو ثم كذب حج حج هدنا حرموضو قبل الطواف طواف قبله كان قارنا وحلق سوقاضا يا إنو يهي سونا حكمي سقار إنو يهي بالق سوقاضا يا ولا يجوز مبنانا عكسه عكسي قول كان شيقنا في الجديد هدان قبصنا هل كان كان كبحنا إفراد كروان شيقنا الثالث كسدحات التمتع بالله إذا تمتع محاتحي بأن يحرم إنو حرموض بالعمرة عمر حرموض من ميقات بلده وطنكي وكسو حجنا يا ميقات كيسا أما كسو عمرونا يا ميقات كيسا أيوحو كن كو حرمنا يا عمر ويفرغ منها ويفرغ ويفرغ منها هكتنا ما يسترط عمره ثم مركو عمر هذا ما يسترطه ينشئ حق سبونيسي حجا نيو من مكة مكة يسوق أجوغا كان دمبا متمتع قصب ما هي دبدا انت وتغى حلك انه كسو حدو قصب ما الثالث كسدحات التمتع ما لا تمتع ما هاتاي بان يحرم بالعمره عمره انه حرموض من ميقات بلده بلد كيس ميقات كيس مكانه هابو كسو حرمان يا عمره ويفرغ هذا ما يستر منها كفارغ عمره ثم مركو فارغ كذب ينشو هالسبونيسي حجا حج انه نيسنيو من مكة ما كلفت ذو كحرنا إنه بحوم هدي وبحوم ميقات كأو تجو ومتمتع هاي ميقات كأو كصاحب ده هذا ديج لقو ملها رايو نعم الثاني القران بأن يحرم من موان شيئا وياه سورة القران قران كسور كيسة أن يهل بالحج والعمرة معا ما هو دليله حديث كأنا ابن مالك قال سمعت عن مغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل بهما لبذو ذي بسواك إهلالي حجك عمرة أو محيلة لبيك عمرة وحجا وقرانكي لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا وكعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي هل كان حسكوتر يا مركا صدح ذي النوع وحيقوا لها حجك ونصو شاقنا صدح ذي بو شيخ أيو نو شاق وحيقوا نروا إفراد وإفراده أهل بيك اللهم حجا حجك ما يستنسى ما كانت كب حدد عمره هذا دون تد قدال هذا دون هذا إفراد بان حدي وحجك ما يسترتد إن حتما ولا بد عمره كده لك يتم هو واجبا ما ي هو واجبا حجك أقول ما يستري كو قران لا بدي بس كتر هاوشي حجك الله كاله عمره وكو هو يسترتع صدح تمتع عمر كل جد حرق لما يستر أعماش عمره ما كأدي وأجوا كحرق هدي بكورو يا هاي حجك سنا كل لما يستر نعم وإن جهراء صار شجعنا متمتع عيسى قال لا بطواف بالولي يا لا بصعيب بالولي أنت عسوا علماء سيقبل عدوا بالدليل كذي وتأكله ولا كذو ذا كتب تفقه ما قران كحوق بدن ما كان حوق بدن ما له بالوك تجي قال المصنف رحمه الله إمام النووي وحير وأفضلها وحاوق فضل بدن صدح ذا الإفراد إفراد باوق فضل بدن لبيك حجا لما يستروا حجك مركب لما يستر عمر حرم كذال إفراد وأفضلها وحاوق فضل بدن أنساكتا أنسو شيقنا صدح ذي أها الإفراد وكلية فرد كلية حج وبعده وحا كحيغا حق فضلغا التمتعو نصوص شاكنا تمتعي ايا كحيغا ثم وحا ودن بي سدح ذا القران حق فضلغا مبنان تاي سدح ذا وابنائه سدح ذا أدلة أيوها يستان ايوحو كليها إمام النو إنو كان فضل يالو الرابع مركا
وترجيحتي حقيسة وأفضلها وحا وفضل بدن صدح ذا قيبين لو حجي الإفراد حجك كل يحرتي وبعده وحا كحيا حق فضلي التمتع عمره كل يحر لما يستره مرك حجك لو كعيرة حر حج مكة أديق أجوغا ثم وحا حق فضلي وقدم بايا القران لبذي أود إسكدرت لبيك حجا وعمرة حتى دليل كذا شيء يعني صدق تحصل وفي قول قول وحا كجر أبو يلي حق فضلي وحكي وقو فضلي بدن أتمتع وقو فضلي بدن أفضل من الإفراد قولنا هكا وكجر عند شافعية بقى شافعية لبذا قول بواقبا قول أولا إفراد كفضلي بدن يقول رانا يتمتع هي فضل بدن وعلى المتمتع قفك يتمتع دم دم أيا لقول لي نف حول أه أيا حول لقول لي بشرط شروط ليق قفك لقول لي ومحي الله يكون إنان النقن من حاضر المسجد الحرام دتك مسجد الحرام كحاضر كأوح إنان النقن وأيو يا حاضره وحاضروه وحالي لا هذا كرير مكا وحاضرك من روح دقي دون مرحلتين لما مرحبين لا ما هبين دحوة أكتير مكا قفك دقني وحاضر قفك لما مرحلة كيف فقنا ما حاضر المسجد الحرام وعلى المتمتع المتمتع وحال يقول لي يا هدام ديك وحال يقول لي محلو ديك وقواجب يا بشرط شرط هي الله يكون إنا نقول سكان مسجد الحرام كمسجد الحرام كده كدجن إنا نقول سألوا قرنا يا مسجد الحرام إنه دجية هي إنا ندجنين سكان مسجد الحرام كإنه هي إنا هاي سألوا قرن وحاضروه حاضر المسجد من ودون دون مرحلتين مك مكلا من مرحلة أي أجرة هبين لا أحد إلى هذا كتبت القرية شيء انت قفكو مرحلة ده هدو حل جه هدي وقت جه هدي وأجره أما مكان كه هدو وقعد له وياه مكان وأهله بيت مسجد الحرام بدقية هدو كفوا وياه هنا مدقنا قلت مسجد كحكو إيه كان ويري الأصح من الحرم حرم كشيء بيقول مسجد ككلية حكو إيه كان والله أعلم بيقول إذا مكو كلا قاضي كيبا فضل بدن كيبا لبضا حوق بدن ويري إفراد كحوق بدن أما تمتع دبردك دينا قران كدبردك قول كلا كجير تمتع كفضل بدن أيا وحي نوشيك شروط ليك متمتع لقول لي يهي شرط يكواد الحوير إنو أحاضو من حاضر المسجد إنو أحاضو مسجد كمحال لو قرانيا مرحلتين إنو مكة أجيرو إمام النووي كدب تقول الحوير مسجد كمسجد حاضر المسجد ها أوراني وحاتر هذا حاضر الحرم مرحلتك وهل كذي هل كان مسجد ككود دبرتي حرم كم كأنا قفك كود تك الدجاني كوا أنت الدجاني إنه يهاي كالسوقات أي كله نعم ويا شرط كواد وين شجنا من حاضر المسجد إنه يهاي لبا ويلزم وحيه ومصنف فيه رحمه الله وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته وأن تقع عمرته ويلزم المتمتع دم بشرط متمتع وحا إلزام يأساق إيك شرط يعني أن تقع إلى دعضو عمر ذيسي وحدي إلا عمره وحدي وإسكا حلالو بي والراحة يستكدب حج حرانا يا صباح متمتعي أن تقع إلى دعضو عمرته عمر ذيسي قهل كي في أشهر الحج أشهر كي حج كوان عمر ذا أي تحي أشهر حج وان سوشينا درسي كما كانوا بلا بينا شوال ذو القعدة عشرة من ذي الحجة انت عصال يا ذا أشهر الحج سيلو قول له هذا ليك متمتع وأن تقع وحا أشرط يا إنا عمر ذي سني أي تحي قرمة في أشهر الحج حج كأشهر كيسي وإنا دعلا من سنته سنة كاء حجنا يوه ها وإن عمر ذي سياسنا أي تهي أشهر الحج متنعضي وأن لا يعود شرطك صدحات وإن أنو أنقل لإحرام الحج حج كمركة حرمنا إلى الميقات سومين أولا عمر ذي بودا ما يسترت وحلال مكو إسكغن نقالي مركة يوم التروية لو نقاق أيو أيوم بمكة كحرانو لبيك اللهم حجا سومين أولا هدي هدى بمكة بأنو كحرانين أنتو يربحو وتنعيم كتغو اما جعرانا اما عرفك الصوحر دو الى واحلة وإذا هذا هالكاسان كالصوحران يا حجكي
dhiig lagu ma laha oo dhiiga lagu leeyahay mutamatticu waa intan uu raaxaysto maka iska joogo ha ee halka yar dhow xajka uu ka tagayo ayaa lagu qabanay shartiga labaad marka waa anta qaayda dhacdo umrad umradiisu fi ashhuril hajj hajka bilihiisa waa ina dhacda min sanati islaamka wa alla yaud inaanu u noqon li ihraam al hajj hajji ihraamki inaanu u noqon ila al miqati miqatki wa inaanu aadid saddexda sharti waxaa loo dhigay dhiiga mutamatica lagu leeyahay wa waqtu wujubu dami ihraamuhu bilxaji mutamatica dhiigan goorta uu ku waajimaya waa goorma waa mar allaala marka uu xarmado bilxaji waa waqtu waqtiga wujubu dami dhiigu ku waajibayo mutamatici ixraamuhu waa markuu xarmado bilxaji xaji marka uu xarmado walafdalu goormuuse qowracayaa walafdal waxaa fadli badan dhabxuhu inuu qowraco yowma naxri maalinta qowraca فإن عجز عنه هدي وكري واي في موضعه هل كائن ناف كقل وكري واي حول ما هيستو حول ناف لي قال وحب ما هيو فإن عجز هدو كعاجز عنه ناف كي وقحوليجي في موضعه مركو حرم كي حج كجوجي محوص مين صامها صوم وبدل كيوي عشرة أيام تضب مال موت هصوم ثلاثة صدح ما صدح كان مال موت كم في الحج حج كصدح مال موت هاكو صوم تستحب قبل يوم عرفة أو لجعل يا صدح ذا مال موت عرفة هرتت إن أصوم صدح ذا مال موت وسبعة تضبط لمنا إذا رجع هدي أشرع إلى أهلي أهلي يسي هدوس في الأظهر هدان قبصنه ووقت وجوب الدم ليقو وحقو واجبا يا قرمو متمتع ليقو كو واجبا يا بالحج قرما قرما كواجبا يا إحرامه بالحج حجك مركا وحرم لبيك حج مكو لا ليك مكو واجبا والأفضل قرما وفضل بدل إنه قورع يوم النحر نرارت قورع يا وفضل بدل إنه قورع وكرواي حول ما هيو ومتمتع ها هذا بقول يا لباتني بقول يا كنت الدولار بالس كقاعدة تطبع عرورية متمتعين تكعرورية أسو أسو قورع cuhdaduna iyaga ayay saaran tahay oo iminka cid xoolo markay xajka tegayso cid xoolo sii qaadataa ma jirto diyaarada xoolo lama korno maraakibta xoolo nin walba neef yar dhegta ma sii qabsado berigii hore dadku mayla xoolo sii qaadan jiray ma jiro iminka dowladda meesha maamushaa way tashatay meelaha la sameeyey xoolaha halkaasaa lagu iibiyaa mutamatucu intuu tago ayuu odhanaya neef baa doonaya xoolihii baad iska bixin hadaa doonto adaaba qowracan kara mumkin ku banaad dadkoo dhan laakiin sidaa ma karaan oo ma sameeyaane inta la aruuriyo toban labaatan labaatan qof qof loo dhiiba ayuu baxaa qofkaasaa la wakiisha qofkaasaa qofkii ka qala isagaana xukunkii ilaahay subxana wa tacala saaray cuhudna isaga adiguna hawshaad way kuu dhantahay waa xajka casriga iminka sida loo xajiyo marka wuxuu ku yii qofkii boqolyo kontonkii doono wahayba waa boqolyo labaatankii doono neefka laga qaaday ma haysid maxaad samayni mutamaticna waad soo xidhatay qiraad maad soo xidhan ifraadna maad soo xidhan waqti wujuubi dami dhiig baa kugu waajibaya waa ka muxuu yihi marka fain cajaza hadduu kari waayo canhu xoolihii uu qowracayo haddii uu kari waayo fii mawdicihi adiga oo xaramka joogaad kari waayo ma haysid maxaa lagugu leeyay badiil diinuna yusr diinta waa yusr saama casharata ayaam toban maalmood baa lagugu leeyaa soontid saddex maalmood xajka intaad joogtid soon waxaaba la jeceliya carafa horteed saddexda inaad isdhaafisidba وسبعة تضرب إذا رجع هدو صنغ إلى أهله هدي أصنغ تكيسي أهلي هدي أصنغ في الأظهر هدان قبصا أي نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وين القرآن كده هل كاسو هل كاسو سبعة وكيل هاي لها كتاب كده سبحانه وتعالى طانا هل كانه الله المستعان وعليه توايا صدح الحج كله سوميو iyo toddobada markuu reerkiisii uu usoo noqdo uu soo mayo inuu xireeriyaa saddexdaa hore xajka xukunkeedu waa maxay toddobada dambe inuu xireeriyaana xukunkeedu waa maxay halkiibu gelaya qaal musanif raximahullah wayandubu sunna waxaa ah oo la jecel yahay tataabucu halaathati saddexdii ayuu yihi xaramka marka aad joogtid soon in la isdaba dhigo koob laba saddex israaci sunna wakadaa sidoo kale yandubu waxaa isna la jecel yahay asabcatu todobada idaa rajacad haddaad usoo noqotay reerkaagii todobadii iyo tataabucii walow faatathu halaathatu fi lxaji saddexdii xajka markaad joogta lagu yihi soo maalid soomin oo ku dhaafta waad soo noqotayba
فالأظهر هدان قبصن أنه يلزمه وحق لازمة أن يفرق في قضائها بينها وبين سبعة سدح ذي مركو قلين أيو إلا هو صون نقضي ما تسوم حرب كيكو ما تسوم واتسكتب طبعا كي أمر كذو كسي داتب وحكي فالأظهر هدان قبصن أنه إساق يلزمه وحق إلزامه أن يفرق إنو كلا فرق في قضائها قلها وقلين يسدح ذي يتضوضع بينها وبين سبع صدح دهنا قوني وقال لي سوك ديدا هذا تطور كلا بلو كاس إذن ومتمتعي هالكاسو ديك ويندوب وحا سنة تتابع ثلاثة صدح ذا إلا استمر لغو حج كمرك أجوتين وكذا سبعة تطور ذا مالموذ اللي سومين إلا حريري واسدا أين نريب كتاب الصيام كشوالك لحدا شوالك إلا حريري مواجب ما سنة وانا قيد ومندوب ولو فاتته ثلاثة في الحج ما تسوه ما تسوه فالأظهر هذا قبصنا بكل أنه يلزمه وح ملازم كه كل لازم هي إنه كلا فرقة حقق الله ما كقلين أيه بينها بين صدح ذي وبين سبعة يتضم ذي وعلى القارن كي سقو حج عمره سكو قرنية سكو ضري اللي تبطع بين إمك كبحنا يه قف كي قارن كأهانا دمون إسنديك بالأول يا هاي كدم التمتع كي متمتع ليجي لقول هاي وكل أياسنا لقول ليه قلت إمام نووي عليه كلمة قلت وحال يقول بشرط ليج وحال يقول ليه هاي قارنك الله يكون إنان أهان من حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام ككوة دجن إنان نقنن أما حرم كخلاف كي كجري والله سبحانه وتعالى أعلم أركانتي حاجك هالكادك أنواع ذي نسك هالكادك ليجي متمتع على قولها هالكادك قارن كليجي على قولها بشرط إسنا هالكادك قال المصنف رحمه الله مكو قليا مفجر باب محرمات الإحرام قفكي إحرامي إحرمضي إحلي محا كحاران إنو سمي وكوسو كوبيا إنا باب محرمات الإحرامي قفك محرم كأه محاك حاران أه هورين أصو شيغنو إحرام ومحاتاي المقصود منهما حرم بنية الدخول في النسك أو بمجرد الدخول فيه بنية قفك النية يستي نسك إنو حلد حجب حلد عمر حلد لبضي بمحطر اسكو داري حلاش هذا آذ حلطي محاك حاران أه إيه كهر كو حلال أها باب محرمات الإحرام أحدها ستر بعض الرأس تمضح بركي أولا ضبوله بما شيء لغو ضبوله يعد لوتريو ساترا ضبوله إلا لحاجة دنموياني كو محرم بيكات محرمتي لبدي قنتيه مدنا هوستا مكوحرت مدنا قربك مسارت قبل نيادنا محرتي نيادينا محرتي لبيك اللهم حج لبيك ما تري محاكو مع حران مغنية سطر ورقك سطر بعض الرأس مذا حبدك أو لا ضباله لا أسطره الرجل نك كبرنا يد ما بقى من ستمهدي يتمهد وابع عور بما شيء وكو أسطره يعد لوتر يبدر ساتر وح أسطره إلا لحاجة دنمويانه كسوة كم محرم كو محاك لك حرامة ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إذا لم يجد غيره ولبس المخيط شيء لطلي رقبت لو يالي قع لو يالي بدن لو يالي مخيط بالي وحاصل مكحراوي أو المنسوج أما مد لحريري أو أنت تضل لغو طلي لحريري ومنسوجات كأه أو المعقود أما مد لقنقنطي سيدي لوغون غنتي مارا كاسو باخدي جيركيسا او ايدل انو خدو سدخدا نوع ميد كاميدي حدي واخ كلا او خدو وايو سدخداس اسغونا وا كممنوع ميل اي دوري كو دخداي دار لا جرجرو مقص لا جرجرو اسكو نب نباي دارو لو لا تولتولاي اما واخ لو غنغنتي انتو وا كممنوع حدو واخ كلا وا واخ كلو وايو مويانه انتاسنا وا كممنوع إذن محرمات الإحرام كو مضح منك أو لا أسطره وحلا قتريه إنو وحا أسطره دم أجيس موياني
لبس المخيط مخيط حرشدي منسوج حرشدي معقود حرشدي جركيس أو إذن وكحرد وحكله حرد مويا أنت ما ين وحكله دوايو دو إسك حرم لكن هدي وحكله هيستو أنت اسمع بقى ممنوع. ووجه المرأة روح الضمر كوجه جذو كرأسه نك مذيحيسو كلوي مقارنة سيدنا وجه مقارنة سو قفاز نقابي وحما صارسو. ووجه المرأة وجه بروح الضمر كرأسه نك مذيحيسو كلوي ولها يذا وحا أصغا لبس المخيط واحترا إنا يحرطي ذا سطورة سايلين إلا القفاسين خف قعمت بيعصبها خف قعمت بعلماء ذكو إلا خف قعمت خف كي لغها اللو يحرطي خف قعمت قبل أي حرطم إيادنا الله ما أقول في الأظهار هذا قبصان. ووجه المرات الروح الدمر كوجه قيد وحلحكو يهي كرأسه نك مذيحي سيبو لحكو يهي وما أستريس حكم كنكم حوها سطر بعض الرأس رجلي بما يعد ساترا إلا لحاجة. ووجه المرأة كرأسه إن إيدنا وجهه ذا قرسو سيدا ننك اللو ديدا وجهه مذيحيس إنا نقرن دن مويان أي إيدنا اللامتاي ولها وحا أسوقنا هذا أبنان لبس المخيط دوني نرأي قشي إلا القفازيني قف قعمت محرن كرتو في الأظهر هذا قبس النبي. إذن كاسوا محي محرمات الإحرام أحدها وهالكي كوات الثاني محاك لوك حرارة محرمك استعمال الطيب إنه استعماله عذر في ثوبه مرديسة أو في بدنه جركيسة ودهن كذلك إنه استعماله إنه كدوق دوقه شعر الرأس أو اللحية تنت مذحيس هي تنت قركيسة إنه صبك سليد إنه مرمريه هي نواك حاران. ولا يكره كراهكم السقنة غسل بدنه جركيسة إنه ميرو ورأسه مذحيس إنه ميرو بخطمي دارير أي علم دور جري إنه كم صحو هي حارة ممنوع كما الثاني محرمات الإحرام قيلبان استعمال الطيب عذر إنه استعمال في ثوبه مرديس أو بدنه جركيس ودهن إنه كدوغو شعر الرأس مذحيس سليد إنه مرمريو أو اللحية أما تميه قرك تميس إنه سليد يا مرمري وكم ممنوع. ولا يكره كراهية كما السقنة غسل بدنه جركيس إنه ميرو ورأسه مذحيس إنه ميرو بخطمي نرير عن عرف لهين عن أر لهين عن عذر آنم حتو لكجرين هذه وجركيس مذحيس هذه وكم ميرو إساقنا واحد دنبيوها وقصوغاني مجرو كراهية نكم السقنا. والله سبحانه وتعالى أعلم هكذا كجو جرينا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.